أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. شكرا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. تكبير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نعم زينك تزينوا ورجو para الشيخ علو